ترى الروينه الروينه سبحان الله العظيم، دائما في الاواخر هكا كتكون الناس دابا كي واحد هذاك شي مولود ثقافي وعادات ما عندنا ما نديرو. يا بنادم راه واكل على طول العام، العام كله بنادم كياكل هذيك الماكله اللي كياكلها نفسها ياكلها في رمضان. اصلا راه بنادم راه حنا واحد الوقت راه كان بنادم ما فاهمش وما واعيش، باش نكونوا واضحين صحاب الماكله وهادي. دابا بنادم راه بدا كيوعى، بدا كيوعى بدا كيعرف ان الصيام راه صحه، والرسول صلى الله عليه وسلم كيقول صوموا تصحوا، خاص بنادم يعني اللي بغى يفرق الصيام عارف كيفاش يفرقوا، وياكل على قد كريشتو على قد معيتو، وياكل داكشي ولكن في اول يفرق غير الفطور بشي حاجه خفيفه، يمشي باش يصلي التراويح هو خفيف. شي بنادم كيضرب 6 زليف ديال الحريره وغادي يصلي التراويح، ما يقدر لا يركع لا يسجد لا حتى شي حاجه، وديك الساعه من يجي ياكل واحد الافطار صحي، ومن بعد العشاء والسحور حتى هما صحيين. كل ما قلل الانسان الماكله في هذا الشهر كانت مزيانه ليه الصحه ديالو، خصوصا بالنسبه للناس اللي باغيين ينقصوا الوزن. هذا راه شهر الناس اللي باغيين ينقصوا الوزن، الناس اللي باغيين يحيدوا الادمان، الناس بزاف ديال الفرص في الصراحه هذا الشهر هذا كيعطي. وحتى راه الا جيتي تشوفي دابا تنبغيو نشكروا السلطات راه داروا واحد المجهود كبير هنايا باش خوا الطريق هادي، لان هنا راه ما كنتيش تقدر تدوس. كنتي قبيله في تمس زهره كتهضري على هادشي ديال نقصوا شويه من الشريان ومن الماكله. جيتي تشوفي دابا بحال دابا الصباح الحوت داير 25 درهم السردي. ودي حالة هادي عرفتي علاش؟ حيت العرض أقل من الطلب، الطلب أكثر من العرض. ملي كيولي الطلب أكثر من العرض راه البيعة والشراية كيديروا ما بغاو، يعني باش نكونوا واضحين. وأنا قال لي السيد اللي كيبيع البيض، قلت لي البيض وصل ل 34 قال لي بسبب المواطن، قال لي يقول المواطن يحبس ما بقاش يشري وغادي يطيح، وراه غادي يطيح بطبيعة الحال. انا الصباح تصدمت انا فين شفت السردين ب 25 درهم بزاف، وراه الصندوق 400 درهم بشحال بغيتي. عرفتي كيبداو دوك الشناقات هما بيع وشري ومزايدات اقل شي نهار قال لنا ذاك السيد قال لك كيتباع الحوت اربعة المرات هذا باش كيوصل للمواطن. ها انت شو هاد المضاربة ها هي مضاربة ترمضينا ضروري ترمضينا. الصيام راه فرصة كيعطينا الله سبحانه وتعالى باش أننا نتقربوا منه أكثر، حيت الصيام ماشي هو صيام الجميل، الصيام ديال الجميل الواحد ما عنده ما يدير به، كنت نتقطع ومعصب وطالع لي الدم وهذا وهذا. من الأحسن أنني بلا ما نصوم بلا ما نصوم جميل. شنو هي؟ شنو علاش غادي نجاوبك؟ ما عرفتش اخويا والله ما عرفت كاش كتهضر، جاوبيني علاش غادي نجاوبك؟ شنو السؤال؟ إذن مشاهدينا الكرام، الصيام كيف ما قلت لكم راه فرصة للتقرب لله أكثر، وفرصة باش الإنسان يكسب صحته. وشهر هو شهر العبادات ماشي شهر الماكلة، شهر شهيوات لا، شهر العبادات. الشهيوات راه على طول العام، هادشي اللي كتشوفوا فيه راه كاين على طول العام، ما كاينش فقط في رمضان. غادا تكون مضاربة، إيه ورا كاينة مضاربة ضروري، قلت العقل راه غير قلت العقل هاديك، باش نكونو واضحين قلت العقل، علاش بنادم كاع غيضارب؟ شوفو شوفو على حالة ديال الأزبال شوف، مفهمتش أنايا هاد 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 الدوارود الحاويات اللي حطوهم هنا، واش هاد الدريبة أنتي غدي؟ أه أنتي أه؟ أه
ودابا ضيقوا الطريق هما. شوف ضيقوا الطريق وشو شو شو الزبل شو اللحم شو الهضوم راه مرا استغفر الله العظيم. نجي يا خويا عبد الوقت اللي بغيت. إذن مشاهدينا الكرام هذه هي الأجواء من قلب منطقة درب السلطان. ساعة قليلة على أذان المغرب. صحة فطوركم. نتمنوا أن هذا الشهر هذا يكون فرصة باش نغيروا العادات ديالنا. شكرا لكم وإلى اللقاء في بث آخر بإذن الله.